بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكل الإخوة والأخوات الكريمات في الحصة الرابعة من حصص الحساب الذهني في دورة المدرب المعتدي السرور. إذا زينب أخت الشعيبي أتفعي صوت كي يصلها صوت. إذا نبدأ على بركة الله. قلنا تحدثنا في الحصص السابقة على الدماغ، قدراته، كذلك تحدثنا عن إمكانيات الدماغ، تحدثنا أيضا عن الذاكرة أقسامها ووظائفها، تحدثنا عن إحدى هذه الأقسام أقسام عفوا تحدثنا عن أقسام الذاكرة قريبة المدى والحسية والبعيدة المدى، أيضا تحدثنا عن وظيفة كل قسم من هذه الأقسام.
أيضا تحدثنا في الحصة السابقة عن طرق تقوية الذاكرة وطرق تقوية الروابط العصبية وزيادة منسوب الذكاء. إذا تحدثنا كذلك عن الحساب الذهني واستراتيجياته. وعليكم السلام، مرحبا شايبي. إذا تحدثنا عن كل هذه الأمور. الآن بحول الله وقوته سنتحدث عن الحساب الذهني بالطريقة اليابانية السوربان، وهو محور هذه الدورة، وسنشتغل عليه طيلة إن شاء الله الحصص طيلة الحصص اللاحقة. وعليكم السلام، لا أسمع شيئا. تقليل الصوت. Oh my God. إذا سنعتقد كل شيء، قام بتفعيل الميكرو. إذا قلنا إن شاء الله سنتحدث بحول الله وقوته خلال هذه الحصة على المعداد الياباني. مرحبا. إذا ما هو أو برنامج السوربان؟ إذا ما هو برنامج السوربان؟ هل لديكم فكرة عن برنامج السوربان؟ سؤال موجه إليكم، ما هو برنامج السوربان؟ تفضلي السيدة زينب والأنسة زينب. توصلكم بعد الصوت؟ الصوت ديالي مسموع؟ توصلكم الصوت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الصوت مسموع. مرحبا سيدة بشر. بالنسبة للسوربان، على ما كنعرف أنا بأنه حساب ذهني كتحسب بدون استعمال ورقة وقلم. جيد جيد، هناك تعريف آخر؟ هل هناك تعريف آخر؟ ممكن أقول نعم هو عبارة نعم عن استخدام العداد الياباني أو نعم المعداد الياباني نعم لتطوير إمكانيات الدماغ لكي يحسب عن طريق الذهن فقط دون استخدام المعداد في مراحل متقدمة. جيد جيد، ما شاء الله عليكم. إذا برنامج سوربان هو مصطلح ياباني، سورو بان، وهناك من اصطلح عليه من المغاربة من قال هو سر وبان، سر وبان وظهر، أي سر وظهر. ومصطلح ياباني يدل على آلة تستخدم في الحساب وتسمى بالمعداد الياباني. وهذا المعداد الياباني هو عبارة عن نسخة متطورة من المعداد الصيني، أو ما كان يصطلح عليه بسوان بان، حيث انتقل هذا المعداد الياباني من الصين إلى كوريا ثم إلى اليابان في القرن الرابع عشر، بالضبط سنة 1938. ليقوم بعد ذلك، أي اليابانيون يقوموا بتطوير هذا المعداد الصيني الذي كان يحتوي على أربع خرزات سفلية و عفوا خمس خرزات سفلية وخرزتين علويتين. كان يحتوي على خمس خرزات سفلية وخرزتين علويتين. وعليكم السلام، مرحبا زينب. لكن قام اليابانيون بتطوير هذا المعداد الصيني ليصبح معداد ياباني يتكون من أربع خرزات سفلية وخرزة علوية. والسبب في ذلك، وهو الأمر الذي يجهله العديد من المدربين، هو نظام العد المختلف مقارنة مع الصين. فاليابان تشتغل على نظام العد العشري، أما الصين تشتغل على نظام العد الستيني. ونظام العد الستيني الذي يشتغلون عليه بالأرقام الرومانية، هذا النظام العد الستيني لازلنا نشتغل عليه إلى حد الساعة في التوقيت، وكذلك في الإحداثيات الجغرافية وغير ذلك. ونظام العد الستيني ينطلق من 1 5 10 15 30 5 40 45 55 60.
إذا نفس الأمر بالنسبة للتوقيت، كما قلت نحن نشتغل عليه في مجال التوقيت. التوقيت يعتمد على نظام العد الستيني، دقيقة تحتوي على 60 ثانية، و ساعة تحتوي على 60 دقيقة، أي أن نهاية العد يقف في نظام العد الستيني، أي في 60، ثم يبتدئ العد من جديد. إذا كما قلنا، فالصين كانت تعتمد على نظام العد الستيني بخلاف اليابان، لذلك قامت اليابان بتطوير هذا المعداد الصيني، وقامت بحذف الخرزة العلوية وحذف الخرزة السفلية ليتوافق مع العد العشري، والذي يشتغل عليه معظم دول العالم تشتغل على نظام العد العشري. لذلك لقي هذا المعداد الياباني لقي تطورا، وأيضا لقي إقبالا واسعا من مختلف دول العالم، لأنها توافق في نمط الاشتغال على نظام العد العشري الذي يشتغل عليه معظم دول العالم. وظهرت أيضا معدادات أخرى بتسميات أخرى كذلك، منها مثلا المعداد مثلا الروسي، أو ما يسمى ب شوتي أو جزت. كذلك ظهرت معدادات أخرى، لكن هي من ناحية الوظيفة فهي تؤدي نفس الوظيفة، لكن تختلف فقط في بعض تختلف في الشكل، تختلف في الشكل. أما الوظيفة فهي تؤدي نفس الوظيفة، وهي القيام بعمليات حسابية، لكن يظل هناك تميز ما بين معداد ومعداد آخر. وكذلك لكل معداد مثلا ممكن أن نشتغل مع مثلا معداد روسي، ممكن أن نشتغل مع الأطفال الذين لا يتجاوز عمرهم مثلا 5 سنوات، 4 سنوات، 3 سنوات، ممكن أن نشتغل مع العداد أو المعداد الروسي، لأن خرزاته بسيطة، كل خرزات تحتوي على قيمة واحد، وبالتالي يمكن أن نشتغل مع الأطفال في الأول في بدء الأمر على المعداد الروسي، ثم يمكن أن ننتقل فيما بعد إلى المعداد الياباني. كذلك هناك بعض الاجتهادات الخاصة بالمعداد وإعطاء القيم الخاصة بالمعداد. هناك اجتهادات لعرب، منهم مغاربة، منهم جزائريون، حاولوا اجتهاد، وهذا الاجتهاد هو اجتهاد يستحق التنويه، بالرغم من أن هناك بعض السلبيات في كذلك في هذا المعداد، لكن في مجمل الأمر تستحق هذه الاجتهادات تنويه، لا سيما أنها من طرف مدربين عرب مغاربة وجزائريين. وهذه المعدادات هي في طور تجربة، وتم تسميتها، هناك معداد مثلا معداد الأمراء لصاحبها خالد الشهبي، وهناك مثلا معداد الشهيد لصاحبها إدريس بلعروسي. إذا هذه المعدادات هي كذلك من باب الاجتهاد، هي كذلك مقبولة نوعا ما، إلا أنها تظل طور تجربة وقيد تجربة، لأنها كذلك كما أن لديها نقاط قوة فلديها نقاط ضعف، لأن هؤلاء المدربين انطلقوا من تغيير قيمة الخرزات، تغيير من قيمة الخرزات، لأن المعداد الياباني ينطلق من فكرة أن الخرزة العلوية قيمتها 5، بل وهم قاموا بتغيير قيمة الخرزة العلوية ليتماشى مع المستوى المعرفي للطفل، خاصة المستوى الحديث، أو خاصة الأطفال حديثي السن الذين لا يتجاوز عمرهم 5 سنوات. كذلك هناك المعداد الثلاثي الأبعاد المصري، مصري السوري، للسيدة ابتهال نور الدين، وكذلك للسيدة رغداء أحمد ذو الغنى، كذلك هو اجتهاد لا بأس به.
لكن يظل باب الاجتهاد مفتوح في هذا المجال، وكذلك باب التجربة والاشتغال في هذا الموضوع. إذن هذا بالنسبة كخلاصة عن المعداد الياباني والمعداد الروسي والمعداد الصيني وغير ذلك من المعدادات. وكما قلنا سابقا، الهدف من هذه المعدادات هو أن تساعد الطفل على القيام بعمليات حسابية، سواء كان جمع أو طرح أو جداء أو قسمة، وكذلك الارتقاء بمستوى تفكيرهم بشكل عام، وأيضا الرفع من المهارات بشكل عام. فكما قلت سابقا، فليس الغرض من المعداد الياباني هو الحساب فقط، بالرغم أن هذا الأمر هو إنجاز بحد ذاته، لكن المعداد بصفة عامة يساعد على تقوية القدرات الذهنية للطفل، وكذلك تنمية عدة مهارات والتي سنراها إن شاء الله لاحقا. وهذه البرامج كما قلت سابقا ظهرت بأسماء مختلفة قولي باختلاف البلدان، فمثلا ظهرت في كوريا باسم سوان بان، وظهرت أيضا في ماليزيا باسم ليوسيماس، وظهرت في كذلك بالنسبة للمعداد. تذكرت شيء، وأن المعداد يعتبر من أقدم ما وجد في العصر القديم، ما قبل التاريخ، وحيث كان مختلف الحضارات كانت تشتغل على هذه المعدادات، لكن كل حضارة كانت تشتغل على معداد معين وحسب الاجتهادات وحسب ما وجد. فمثلا في الصحراء كانوا يشتغلون على بعض الحصيات على الرمل ويقومون بالعد بها، وكذلك في المناطق الآسيوية كانوا يشتغلون على الثلج ويقومون بوضع بعض الحصيات ويشتغلون على الثلج أو يقومون بالرسم على الثلج. إذن كل حضارة كانت تشتغل على المعداد الخاص بها. ومن ضمن هذه الحضارات كذلك كانت الحضارة العربية اشتغلت أيضا مدة من الزمن، اشتغلت على المعداد وكانت تسميه بالعبق، كانت تسمي المعداد بالعبق. ولعل هذه المعلومات غائبة عند العديد من الباحثين، أن العبق مشتق من كلمة أباكوس، أباكوس وهي الكلمة اللاتينية. إذن المراد بها هي الطاولة التي بها غبار، الطاولة التي بها غبار، لأن الحضارات القديمة كما قلت سابقا كانت تشتغل على اللوح وفيه بعض الغبار وتقوم بالحساب عليه. وبالتالي ظهرت فيما بعد في الحضارة العربية، ظهرت كما قلت سابقا في الحصة السابقة أثناء تطرقي لاستراتيجيات الحساب الديني، ظهرت طريقة الجدول وهي طريقة تابعة للخوارزمي، واشتغل عليها العديد من الناس فيما بعد، اشتغلوا على طريقة الجدول وابتعدوا عن طريقة المعداد. لكن سؤال مطروح هنا، لماذا نستخدم الآن؟ قلت سابقا بأن المعداد الياباني هو من أقدم المعدادات ومن أقدم طرق الحساب، لكن لماذا نستخدم الآن في عصر التقنية وفي عصر مثلا 2021 نستخدم هذا المعداد أو هذه الأداة الصغيرة نستخدمها في الحساب عوضا عن الآلة الحاسبة؟ لماذا لا نشتغل على الآلة الحاسبة، مع العلم أن الآلة الحاسبة تقوم بعد الأرقام في وقت وجيز جدا، وأرقام تكون تلك أرقام كبيرة جدا وتأتينا بالنتيجة؟ لماذا لا نشتغل على الآلة الحاسبة ونشتغل على المعداد؟ سؤال موجه إليكم. السلام أظن عليكم. أنه وعليكم السلام، أعتذر. مرحبا، الأخت أولا. تفضل يا أستاذة أوصى. أظن بأنه إذا قمنا باستعمال الآلة الحاسبة ونستعمل
ولن نستعمل ذلك المعدن. نعم. بالنسبة للدماغ لن يتمكن من تطوير قدراته. نعم. نعم. لأن الآلة الحاسبة ستقوم بالعمل عوضا عن عديد نعم. عن الدماغ. عوضا عن الدماغ. نعم. وي هذا رأيي. نعم شكرا سيدة بشرى. سيد حميد. تقريبا نفس. فعلا جيد فعلا يعني هو تعطيلي العقل والدماغ الحاسبة عوضا عن عدد اليابان. نعم فعلا. فكما قلت الآلة الحاسبة أكيد أنها جعلتنا نربح الكثير من الوقت، وكذلك تجري العديد من العمليات الدقيقة في ظرف قياسي وبصفر خطأ، لكن في المقابل كما قلتم جمدت قدراتنا الفكرية والذهنية، وأصبح الاعتماد على الآلات التكنولوجية أكثر بكثير من الاعتماد على قدرات العقل في التحليل والتفكير وحل المسائل وأيضا تفسير الحلول، شيء الذي أدى بنا إلى خمول في الذاكرة وفي العقل، وظهر ما يسمى بعقول غير مدربة، فظهرت الأجهزة الذكية في مقابل ظهور الإنسان الغبي للأسف. لماذا؟ لأن الأدوات المدعومة بالتكنولوجيا جعلتنا نفقد قدرة عقولنا على أداء العديد من الوظائف التي كنا نجدها قبل ذلك، مثل مثلا حساب، التذكر، الاسترجاع وغير ذلك من المهارات العقلية التي كانت لدينا بصفة قوية جدا. مثلا كنا نستطيع، أو كان الجيل الذي سبق كان يستطيع تذكر عدة أرقام، كان يستطيع مثلا تذكر السنوات، كان يستطيع تذكر الأحداث بشكل قوي، كان يستطيع مثلا تحليل المعلومات بشكل قوي، كانت لديه عدة مهارات عقلية قوية جدا. لكن بعد ظهور هذه الأجهزة الذكية للأسف أصبحنا نعتمد على هذه الأجهزة الذكية في مقابل أننا قمنا بتجميد قدراتنا الفكرية. وكما قلت سابقا بأن هناك قاعدة في علوم الأعصاب تقول بأن الروابط العصبية تقوى بالتفكير وبالتذكر وبالتحليل وبجميع العمليات الفكرية، وأيضا تضمحل وتندثر بالركود وبالخمول. لذلك أصبح الاعتماد على طرق بديلة والتي تساعد على تقوية الذاكرة أصبح شيء ملح جدا، لا سيما في هذا العصر الحديث. لذلك أصبحنا نعتمد على مثل هذه الأدوات التي تعيد للدماغ اللياقة الذهنية الخاصة به، وبالتالي يساعد على تشكيل الدماغ ليعمل بكامل طاقته، ويقوم أيضا بتطوير المهارات المعرفية الأخرى. هناك من سيقول مثلا كيف يمكن لهذا المعداد أن يساعد في تطوير مهارات معرفية أخرى، مع العلم أن هذا المعداد يتكون فقط من خرزات، وأيضا يتكون فقط من أعمدة، ويتكون فقط من إطار خارجي. كيف يمكن لهذا المعداد أن يقوم بتطوير مهارات معرفية؟ نحن نعلم مثلا أو نسمع في القنوات الإذاعية، ونسمع مثلا أو نقرأ في كتب أو في مجلات علمية بأن المعداد يساعد على التركيز، يساعد على تقوية الذاكرة السمعية، يساعد على تقوية الذاكرة البصرية، يساعد مثلا على تعزيز الثقة بالنفس. كيف لهذا المعداد أن يقوم بكل هذه الأشياء؟ هل لديكم فكرة؟ ولو فكرة مبسطة، كيف يمكن للمعداد أن يساعد على تطوير كل هذه الأشياء؟ سيدة زينب؟ نظرا لمقدرة البرنامج على تطوير عملية التخيل والتصور لدى الطفل خصوصا، بإضافة إلى تقوية الذاكرة والتركيز
والمهارات الذهنية الأخرى. ونظرا للتحفيز وتدريب النصف الأيمن من الدماغ، فإن من الطبيعي أن نجد قدرة التخيل والإبداع تزيد عند المستعمل صعوبة. نعم، ما شاء الله عليك. إذن أثناء استخدام المعداد طب هناك حاجة إلى تنسيق مختلف حواس الجسم بما في ذلك البصر والصوت وتنسيق اليد، بحيث يقوم العقل بأفعال جسدية ومنطقية في نفس الوقت. فمثلا حينما يقوم مثلا المدرب بإعطاء عدة أرقام مثلا على المتدربين، فيجب على المتدرب أن يقوم بالإنصات للأرقام ويقوم بتخيل المعداد أو الاشتغال على المعداد، ويقوم بتحريك الخرزات وأيضا بطريقة إيقاعية وبطريقة منطقية. فمثلا حينما يريد إضافة الأربعة ولا يمكن إضافة الأربعة، ينتقل إلى الخمسة، وإذا لم يجد مثلا كيف يقوم بسلف الخمسة من أربعة من الخمسة، ينتقل إلى العشرة، وإذا لم يجد فينتقل إلى الخمسون، وهكذا دواليك. إذن كل هذه العمليات المنطقية تحتاج من المتدرب عموما، ليس الطفل فقط وإنما المتدرب عموما، تحتاج منه تركيز شديد، وتحتاج منه استخدام مختلف حواس الجسم ليستطيع الحصول على الإجابة الصحيحة. وبالتالي هذا يساعد على تحفيز نمو الدماغ في لا سيما في سن مبكرة، والأهم من ذلك هو مساعدته على إزالة الخوف من الأرقام عند الأطفال خصوصا. وكما قلت سابقا أن الأرقام تعتبر في المرتبة الرابعة، وبالتالي الطفل حينما يقوم بالاشتغال على المعداد فإنه يتخيل صور تلك المعداد، وبالتالي يصبح الاشتغال على الرياضيات من جانب آخر، عوض أننا كنا نشتغل عليه من الجانب مثلا من الفصل الأيسر، أصبحنا نشتغل على الأرقام من الفصل الأيمن. وكما قلنا سابقا بأن الفصل الأيمن مختص بالأبعاد، مختص بالألوان، مختص بالصور، مختص بأحلام اليقظة، مختص بكل هذه الأشياء الجميلة، فهي من اختصاص الفصل الأيسر. أكيد هناك تناسق، ولكن الاختصاصات يظل هذا الأمر من اختصاص الفصل الأيمن. إذن فكما قلت هذا كذلك يساعد العقل على التطور ويساعده على تقوية القدرات، لأن الطفل حينما يكون مستمتع بالتعلم فنسبة التعلم أو قابلية التعلم تزيد لديه، وكذلك نضمن أن الطفل نضمن سيرورة التعلم لدى الطفل. إذن أقول بأن السربان هو أو تعلم سربان هو أمر أساسي في سنوات نمو الطفل، لا سيما عندما يبدأ الطفل في تصور حركات خرزات المعداد وإجراء العمليات الحسابية، أي أثناء إنشاء صورة افتراضية في العقل عند الطفل، شيء الذي يؤدي إلى تعزيز الذاكرة، لأن حينما الطفل يصل إلى مرحلة تصور الخرزة في الذاكرة في الذهن، يستطيع آنذاك أن يعزز الذكاء التصوري أو يعزز الذاكرة التصورية، وبالتالي يستطيع التصور تصور المعداد، شيء الذي يؤدي به إلى تفعيل بعض الفصوص أو بعض الباحات المختصة بالذاكرة المكانية أو ما يسمى بالذاكرة التصورية. إذن ما هي فوائد المعداد الياباني؟ ما هي فوائد المعداد الياباني؟ هناك عدة دراسات علمية أجريت في خلال الثلاث عقود الأخيرة، وأظهرت بعض الفوائد العظيمة للمعداد، منها أولا تنشيط فصي الدماغ الأيمن، كذلك تقوية التصور، أيضا زيادة سرعة ودرجة التركيز والانتباه، أيضا تعزيز الثقة بالنفس، فضلا عن تعزيز الحواس الخاصة بالبصر والسمع واللمس. لكن السؤال المطروح هنا كما قلت سابقا،
كيف أن هذه الأداة الصغيرة كيف لها أن تؤثر في الإنسان وتساعده على كل هذه الفوائد كما قلت سابقا من ناحية المخبرية؟ كيف يمكن لهذه الأداة أن تساعد الطفل على تنشيط الدماغ؟ إذن هناك العديد من الأسئلة التي يمكن أن تطرح في هذا الموضوع، لكن لا يمكن الإجابة عليها إلا بالاستناد على الدراسات العلمية التي أقيمت في هذا الموضوع بالرغم من ندرة هذه الدراسات العلمية. سنتوقف على بعض هذه الدراسات العلمية التي قام بها عدة علماء، ومنها دراسات رسم المخ لمعرفة الأساس العصبي التصوري للمعداد، ومعنى المعداد التصوري هو تصور المعداد حينما يصل الطفل إلى مرحلة تخيل. نقول نحن مرحلة تخيل، ولكن الصواب هو أن نقول مرحلة التصور وليس التخيل، مرحلة تصور المعداد. حينما يصل لهذه المرحلة فتظهر عدة فوائد وعدة إمكانات هامة. وأقتصر على دراسة للباحث تاناكا. هذا الباحث هو وعلماء آخرون استخدموا تقنية الرنين المغناطيسي سنة 2002، وأثناء الاشتغال على الأطفال على سلسلة من الأرقام على المعداد التصوري، أي على تصور المعداد، وجد أن غير المتدربين يزداد النشاط العصبي لديهم فقط في القشرة المخية. مفهوم؟ بالنسبة للأطفال الذين يشتغلون فقط على المعداد يشتغلون فقط على الحساب العادي يزداد النشاط العصبي في القشرة المخية المختصة بالذاكرة اللفظية أو ما يسمى بمنطقة بروكا. أما الأطفال الذين يشتغلون على المعداد التصوري يتركز النشاط العصبي لديهم في المناطق المخية المختصة بالذاكرة البصرية المكانية في كل من الفصوص الجبهية والفص الجداري. معنى هذا أن البارعين في المعداد الياباني يستخدمون التمثيل البصري المكاني لحفظ الأرقام، بينما الأطفال الذين يشتغلون بطريقة عادية يرمزون هذه الأرقام لغويا. فمثلا حينما نقول واحد فهم يرمزون الترميز، كما قلت سابقا كنا تحدثنا عن مصطلح الترميز وتحدثنا عن كيفية ترميز الأشياء. فالأطفال الذين يشتغلون على المعداد يرمزون المعداد على شكل صور، على شكل صور الخرزات، يرمزون الأرقام على شكل صور الخرزات، بينما الأطفال الذين يشتغلون بطريقة عادية يرمزون الأرقام على شكل لغة، على أساس لغة. لذلك فالنشاط العصبي تركز عند الأطفال الذين يشتغلون بطريقة عادية في الذاكرة اللفظية. أما الأطفال الذين اشتغلوا على المعداد الياباني أو معداد آخر فتركز النشاط العصبي لديهم في الذاكرة البصرية المكانية، أي في الفصوص الجبهية والفص الجداري. عندما نتحدث عن الذاكرة البصرية المكانية فإننا نتحدث عن نشاط عصبي في الفصوص الجبهية والفص الجداري. إذا معنى ذلك أن التدريب على الصربان يخلق دوائر عصبية في الفصل الأمامي والفص الجداري بسبب الاستراتيجية المختلفة للحساب الذهني بالطريقة اليابانية، والطريقة العادية تقوم فقط على الفص الأيسر لأنها تقوم على منطقة بروكا، ومنطقة بروكا تقريبا متواجدة في الفص الأيسر. لذلك فالأطفال الذين يشتغلون على المعداد الياباني يتركز النشاط لديهم في كلا الفصين، الفص الأيمن والفص الأيسر. لذلك نقول في ضمن فوائد المعداد الياباني وتنشيط فصي الدماغ، نقول هو تنشيط فصي الدماغ لأن النشاط العصبي يتركز لديهم في كلا الفصوص أو كلتا الفصوص. أما بالنسبة للأطفال الذين يشتغلون بطريقة عادية بحساب بطريقة عادية يتركز النشاط العصبي لديهم فقط في النصف الأيسر من الدماغ وهو ما يسمى أو في منطقة بروكا.
إذن هذا بالنسبة للتقنية الرنين المغناطيسي وفوائد المعداد الياباني على القدرات الذهنية، على القدرات الذهنية. إذن الآن نريد أن نعلم ما هي المهارة، ما هي الفوائد الأخرى التي يساعد بها المعداد الياباني على تنميتها، التي يساعد المعداد الياباني على تنميتها. أولها هو أنه يساعد على مادة الرياضيات، لأن تعلم الحساب على المعداد يؤدي إلى فهم أفضل للعلاقات المنطقية بين الأرقام. فمثلا أثناء تجزيء مثلا مكمل خمسة، وسنتعرف على مكمل خمسة لاحقا، فسنتعرف مثلا أن خمسة يحتوي على واحد وأربعة اثنان وثلاثة، وبالتالي هذا يؤدي إلى فهم أفضل لحسابات الرياضيات، وبعد ذلك يؤدي إلى تقوية الذاكرة، أو عفوا تقوية القدرة المنطقية عند الطفل، ويصبح الطفل أكثر قدرة على إجراء الحسابات الرياضية عقليا، وبالتالي يتخلى عن الفكرة السلبية تجاه الرياضيات. فكما قلت سابقا أن معظم الأبناء لديهم الآن شبح بالنسبة للأرقام والرياضيات، إلا بعض الأطفال الذين لديهم توجه منطقي، أما البعض الآخر فلديهم شبح بالنسبة للأرقام والرياضيات. وبالتالي يساعد هذا المعداد إن قمنا بتوظيفه، التوظيف الأمثل، هذا بالطبع إن قمنا بتوظيفه توظيف الأمثل، لأن هناك بعض المدربين هداهم الله الذين لا يعرفون كيف يشتغلون على تدريس المعداد الياباني، وبالتالي يكرس كذلك المعداد الياباني قناعة الطفل تجاه الرياضيات. لذلك فيجب أن يكون المعداد كوسيلة من إحدى الوسائل التي تساعد على تحبيب مادة الرياضيات، وذلك عن طريق بعض الأنشطة التطبيقية التي يمكن أن يشتغل عليها المدرب مع الأطفال، والتي إن شاء الله سنتعرف عليها أو سنتعرف على بعضها لاحقا إن شاء الله. كذلك مسألة أخرى من ضمن الفوائد هو أن المعداد الياباني يعزز مهارة التركيز والملاحظة. كيف ذلك؟ أثناء تدرب الطفل على التركيز في الاستماع لأسئلة المعلم متنوعة، أو أثناء الاشتغال على العمليات البصرية، هذا الأمر كله يساعد على تقوية التركيز السمعي والبصري عند الطفل، لأن الطفل حينما يتدرب على أرقام سواء كانت مسموعة أو أرقام مكتوبة، فذلك من شأنه أن يقوي التركيز عند الطفل، سواء كان التركيز السمعي أو التركيز البصري، وهذا يؤدي إلى تطوير القدرة على التركيز، وأيضا يطور القدرة على الملاحظة لدى الطفل، خاصة أثناء ملاحظة الأرقام والعمل على العمليات الحسابية. بالإضافة إلى تطوير مهارة التصور، أقول أنا مهارة تصور ليست مهارة تخيل. هناك العديد من الباحثين والمدربين يقولوا بأن المعداد يطور التخيل أو يزيد من التخيل، فأقول المعداد يساعد على التصور وليس التخيل، لأن هناك فرق ما بين هذين المصطلحين. التصور هو أن أريك مثلا، أريك قلما وأقول لك تخيل، تصور هذا القلم، أريك قلم وأقول لك تصور هذا القلم. لكن التخيل هو أن لا أريك ذلك القلم، وإنما أقول لك تخيل قلما، تخيل قلما، أي كيف ما كان هذا القلم، ليس بالضرورة أن تتخيل أو تتصور القلم الذي لم أريك إياه، قد تتصور أي قلم كيف ما كان نوعه. أما التصور فأنا أظهر لك قلما معينا وأقول لك تصور هذا القلم، أي أنني أطالب منك أن تتصور ذلك القلم. لذلك فالمعداد الياباني الطفل حينما يشتغل في المراحل الأولى على المعداد الياباني، ثم ينتقل تدريجيا من المعداد الموجود لديه إلى المعداد التصوري، فبالتالي لن يتصور معداد غير 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 معداد آخر غير الذي هو موجود عنده.
أكيد أو في غالبية حنا الأحيان أنه سيتخيل سيتصور عفوا المعداد الموجود لديه أو الموجود لدى أصدقائه، ولن يتصور مثلا شكل آخر للمعداد وخرزات أخرى للمعداد. فنسبة 99% أن الطفل سيتصور المعداد في الموجود في لديه أو لدى أصدقائه. إذن مسألة التصور هي مسألة مهمة جدا، لأننا كما قلنا سابقا تساعد على تشغيل فصي الدماغ الأيمن والأيسر، وأيضا تساعد على استحضار صورة المعداد وتقوي الذاكرة التصورية. والإنسان إذا تقوت لديه الذاكرة التصورية فسيستطيع فيما بعد أن يتصور العديد من الأشياء. مثلا ممكن أن يشاهد مثلا صورة معينة مدة مثلا قصيرة وتظل راسخة في ذهنه، مقارنة مع الأطفال الذين لا يتصور ليس الذين لا يشتغلون على الميدان. ستكون نسبة التصور لديهم ضئيلة مقارنة مع الأطفال الذين لديهم نسبة الذين يشتغلون على الميدان لديهم نسبة تصور قوية جدا. وهذا من شأنه أن يزيد من القدرة على التخزين، القدرة على تخزين المعلومات على شكل صور، مفهوم؟ هذا يساعد على التخزين، أي يساعد على الحفظ، يساعد على تخزين المعلومات. أيضا مهارة يساعد على مهارة التذكر. فكما قلت سابقا، ما هي مهارة التذكر؟ هي استرجاع تلك المعلومات أو القدرة على استرجاع المعلومات في الوقت المناسب. وكما قلت سابقا بأن الذاكرة هي في الذاكرة القوية هي في الدماغ الأيمن. الذاكرة القوية هي في الدماغ الأيمن. كنا قد تحدثنا عن أن المعلومات التي ترتبط بالشعور تظل راسخة في الذاكرة بعيدة المدى. وقلت سابقا بأن هذه المعلومات التي ترتبط بالشعور هي معلومات تكون مرتبطة بالفص الأيمن، لأن الفص الأيمن كما قلت من ضمن اختصاصاته هو الربط بالشعور. وبالتالي فالإنسان الذي يشتغل بالفص الأيمن أثناء تخزين المعلومات فتلك المعلومات تظل راسخة في الذهن، وكما قلت سابقا قد تظل راسخة إلى الأبد. لذلك فالمعداد يحفز الجانب الأيمن للدماغ، والذي يمتاز بقدرته العجيبة على التخزين لارتباطه بالصور. أيضا من ضمن الأمور التي يساعد عليها المعداد الياباني هو السرعة في التفكير والتحليل، rapidité de l'analyse. معنى سرعة في التفكير هو أن الطفل حينما يتدرب مدة طويلة على القيام بعمليات حسابية، فمثلا حينما يجري الطفل المتمرس 150 مثلا عملية في 8 دقائق، فهذا يدل على السرعة القصوى في معالجة المعلومات في الدماغ. لأنه إن لم تكن لديه سرعة قصوى في الدماغ، وإن لم تكن لديه روابط عصبية كثيفة في الدماغ خاصة فيما يتعلق بالحساب، فلن يستطيع حساب تلك العمليات في تلك السرعة القصوى. هذا يدل على أن الطفل لديه سرعة في التفكير، هو الذي وهذا يؤثر إيجابا على الطفل من ناحية تحليل المعلومات، وبالتالي الحصول على درجة عالية من الذكاء. كما قلت سابقا بأن الذكاء هو سرعة عالية في التحليل. إذن هذه هي كل الفوائد التي يجنيها متدرب السروبان من خلال التدرب الطويل على وأسطر بالخط الأحمر على التدرب الطويل، لأن هناك بعض الآباء هداهم الله من يعتقدون أن الطفل حينما يقوم بالاشتغال على المعداد مثلا مدة شهر أو شهرين فسيصبح عبقريا في ظرف وجيز.
أقول لكل هؤلاء الآباء دائما ما أخاطبهم حينما تتيح لي الفرصة بأن المعداد ليس هو عصا سحرية، وليس هو شيء سحري، وإنما هي أداة تساعد على تمرين الدماغ وتقوية القدرات العقلية لدى الأطفال. وبالتالي يستلزم من الآباء الصبر، ومن الأطفال كذلك الصبر والتمرس والتمرن مدة طويلة على المعداد الياباني، والتي تقدر تقريبا من 3 سنوات إلى في الدول الآسيوية يشتغلون على المعداد الياباني 18 سنة، 18 سنة تقريبا. طفل من سن 4 سنوات إلى غاية 22 سنة وهو يشتغل على المعداد الياباني إلى أن يصل إلى درجة الخبير. آنذاك يستطيع الشاب أن يقوم بعمليات حسابية مذهلة جدا، لأنه وصل إلى مرحلة، استطاع أن يصل إلى مرحلة قوية من التركيز، استطاع أن يصل إلى مرحلة قوية من التحليل، استطاع أن يصل إلى مرحلة قوية أيضا من التذكر، واستطاع أن يصل إلى مهارات عقلية قوية جدا. وهذا يستلزم كما قلت سابقا الوقت والممارسة اليومية. إذا الآن نمر إلى الجانب التطبيقي. الآن تعرفنا على فوائد المعدات، تعرفنا على أهمية المعدات، تعرفنا أيضا على أثر المعداد على القدرات العقلية. الآن سنتعرف على كيفية الاشتغال على هذا المعدة. قبل أن نبدأ في شرح كيفية الاشتغال على المعدة، يجب أولا أن نعدل من طريقة جلوسنا. يجب أولا أننا أن نقوم بجلسة صحية أثناء الاشتغال على المعدة، وهذه الجلسة يجب أن تكون بطريقة L، la position L، كي تساعد على الحفاظ على العمود الفقري، وكذلك تساعدنا على استقبال كميات كبيرة من الأكسجين، وبالتالي زيادة التركيز لدى الإنسان. كما قلت سابقا، فالرجلين يكونان متقاربان، كذلك أكون في وضعية L، أحافظ على عمودي الفقري وأنا أشتغل على المعداد. طريقة مسك المعداد، أقوم بمسك المعداد باليد اليسرى والاشتغال باليد اليمنى، مفهوم؟ أقوم بمسك المعداد باليد اليسرى والاشتغال باليد اليمنى. بالنسبة لليد اليمنى، فأقوم بإضافة الأعداد الخرزات السفلية بالإبهام، وأيضا عفوا أستاذ، ممكن أسأل؟ نعم. مثلا إذا كان الطفل يتدرب في البيت وما كان عنده ديسك عشان يجلس عليه، فيجلسه على الأرض، كيف نعم، بتكون جلسته الصحيحة؟ بالنسبة للجلوس على الأرض في الغالب ستكون الجلسة غير صحيحة إذا لم تكن طاولة في الوضعية المناسبة، مفهوم؟ يجب أن تكون طاولة في الوضعية المناسبة. الشاهد في الأمر ألا يكون العمود الفقري منحني، يجب أن يكون، حسنا، نعم، العمود الفقري مستوي. إذا يجب أن تكون، مستقيم. نعم، مستقيم. يجب أن تكون طويلة نوعا ما في متناول اليد. يجب أن لا يكون طفل لا يقوم بانحناءة قوية جدا كي يقوم ناحية الطاولة. بالحساب على المعدات. نعم، إذا قلنا فمسألة شكرا. طريقة مسك المعداد. مرحبا. طريقة مسك المعداد، يجب أن نقوم بمسك المعداد باليد اليسرى والاشتغال على الخرزات باليد اليمنى. وحينما نقوم بإضافة الخرزات السفلية، نقوم بإضافتها بالإبهام، وحينما أقوم بإضافة الخرزة العلوية أقوم بإضافتها عفوا نعم، حينما أقوم بإضافة الخرزات السفلية أقوم بإضافتها بالإبهام، وحينما أقوم بإضافة الخرزة العلوية أقوم بإضافتها
بالسبابة، مفهوم؟ ستجدون هذا الكتاب الخاص بي، هذا المؤلف الخاص بي الذي قامت دار النشر الألمانية نور بوبليشنج قامت بطباعته، ستجدونه في الحقيبة الإلكترونية. هنا ستجدون كيفية الاشتغال على المعداد. أول شيء نستخدم الإبهام لتحريك الخارجة السفلية نحو العارضة، ثم استخدم السبابة لإنزال الخارجة السفلية نحو الأسفل. كذلك إذا أردت أن أقوم بإنزال الخارجة العلوية فأقوم إما بإنزالها عن طريق الوسطى أو عن طريق السبابة، ومن الأفضل أن أقوم بإنزالها عن طريق السبابة، سيكون أسهل بالنسبة لدي. مفهوم؟ إذا أعيد، إذا أردت عفوا أستاذ. نعم بس. طيب إذا كان شخص أعسر يمسك الضروري باليمين يحرك الخرزة؟ ليس بالضرورة، ليس بالضرورة، الأهم في هذا الأمر هو أن يشتغل على اليد التي يقوم بالاشتغال عليها دائما، مفهوم؟ وإن استطاع أن إن استطاع أن يفعل كما قلت سابقا لزيادة الروابط العصبية، إن استطاع أن يفعل اليد الغير مفعلة فكما قلت سابقا يجب أن نشتغل بكلتا اليدين، يجب أن لا نغلب يد على يد أخرى، مفهوم؟ فإن استطاع مثلا أن يشتغل على اليد المقابلة فيمكنه ذلك، ليس بالضرورة مثلا أن يشتغل باليد اليمنى وأن يقوم بتثبيت المعداد باليد اليسرى، ليس بالضرورة، لكن يمكنه أن يقوم بتغيير الوضعية. إذا الشاهد في الأمر هو أن يصل الطفل أو الراشد إلى درجة من الإتقان، ولكي نصل إلى درجة من الإتقان يجب فقط أن نضبط مسألة، هي أن نقوم بتثبيت المعداد سواء كان باليد اليسرى أو اليمنى، وأيضا أن نقوم بإضافة الخرزات بالإبهام وإزاحتها بالسبابة بالنسبة للخرزات السفلية. أما الخرزة العلوية فيمكن أن أقوم بإضافتها أو إزاحتها بالسبابة أو عن طريق الوسطى، لأن هناك مدرسة تشتغل بالوسطى وهناك مدرسة تشتغل بالسبابة. طيب أستاذ، أحيانا نعم، نشتغل فقط بسبابة، ينفع ولا ما ينفعش؟ لا ينفع، لا ينفع، بحكم أن مثلا إذا أردت المشاركة في المسابقات فستكون ملاحظات حول هذا الأمر. حسنا، نعم، من ناحية جزيل الشكر أستاذ. العفو، من ناحية المسابقات، وأنا في بدايتي كنت اشتركت بأطفالي ولم أكن أركز على مسألات، كنت أعتقد بأنها هي مسألة بسرعة. تجارية فقط، نعم، لكن أثناء المسابقة كانت ملاحظات من طرف اللجنة المنظمة، وهي مسابقة دولية كنت قد شاركت فيها، والمنظمين أشاروا إلي في هذا الأمر بأن الأطفال لا يمسكون المعداد باليد اليسرى، ولا سيما أن الآسيويين لديهم حس تنظيمي خطير، يركزون على الدقة والتنظيم بكثرة، لذلك كانت ملاحظاتهم حول هذا الأمر. أنا أتحدث عن العرف الدولي، أما مسألة يرتاح فيه الطفل، فمثلا إذا لم يكن يريد المشاركة في المسابقات أو غير ذلك فيمكنه الشغال بالطريقة التي تريحه، لأنه سيصل إلى سرعة بأي طريقة بشرط أن يقوم بتثبيت المعداد، هذا هو الشرط، لكن إن أراد المشاركة في المسابقات فمن الأفضل أن يقوم بالتزام بهذه إذن الأمور. الأفضل أن يتعود على الطريق الصحيح. نعم، أن يتعود على الطريقة الصحيحة. إذا جزيلك شكرا. نعم، مرحبا. إذا كما قلت هذا بالنسبة لطريقة مسك المعداد. الآن سنتعرف على أجزاء المعداد الياباني، مما يتكون المعداد. أول شيء هو أن المعداد الياباني يتكون من إطار خارجي،
وكذلك يتكون من أعمدة، هذه الأعمدة، ويتكون أيضا من عارضة في المنتصف، ويتكون من نقاط أو ما يسمى بالفواصل، هذه نقاط، ويتكون أيضا من خرزات. هذا بالنسبة لأجزاء المعدة الياباني. الآن سنتعرف على دور كل جزء من هذه الأجزاء. أولا بالنسبة هي التي تحمل أو تحمل الخرزات، بالنسبة التي هي كما قلت في المنتصف العارضة، وكذلك الإطار الخارجي، كذلك الأعمدة، كذلك الخرزات. الآن سنتعرف على كيفية تمثيل الأعداد على المعدة الياباني. أول شيء يجب أن نفهم على أن أي خرزة سفلية تتجه نحو، أو أي خرزة تتجه نحو العارضة التي هي في المنتصف، كما قلت هذه العارضة التي هي في المنتصف، أي خرزة اتجهت نحو العارضة فهي تعطى أو تأخذ قيمة. مثلا إذا كانت هذه الخرزة العلوية اتجهت نحو هذه الخريضة الخرزة عفوا نحو هذه العارضة التي هي في المنتصف فإنها تأخذ قيمة، وكذلك الخرزة العلوية إذا اتجهت نحو العارضة فإنها تأخذ قيمة. أما إذا إن ابتعدت عن هذه العارضة فإنها تفقد قيمتها. كذلك نفس الأمر بالنسبة للخرزة العلوية. مفهوم؟ إذا أردنا إضافة أي عدد فيجب أن نقربها إلى العارضة، سواء كانت الخرزة العلوية أو السفلية. إذا هنا قمنا بتقريب خرزة واحدة، إذا سيكون العدد هو واحد. هنا قمنا بتقريب خرزتين، إذا العدد اثنان. هنا قمنا بتقريب ثلاث خرزات، إذا العدد ثلاثة. هنا قمنا بتقريب أربع خرزات، إذا العدد أربعة. هنا قمنا بتقريب خرزة واحدة علوية هي خمسة. هنا قمنا بتقريب خرزة علوية وخرزة سفلية هي ستة. هنا قمنا بتقريب خرزة علوية وخرزتين سفليتين، هنا لدينا خمسة ستة سبعة. أعيد، بالنسبة للخرزة العلوية قيمتها خمسة، الخرزة العلوية قيمتها خمسة، إذا أضفت إليها خمسة أضفت إليها خرزة هي واحد، إذا خمسة عفوا وأضفت إليها خرزة سفلية هي ستة، خمسة والواحد ستة. خمسة الخرزة الخماسية العلوية وأضفت إليها اثنان سبعة، الخرزة العلوية الخماسية وأضفت إليها ثلاثة ثمانية، الخرزة العلوية وأضفت إليها أربع خرزات تسعة. أما إن قمنا بإرجاع كل الخرزات إلى مكانها فأكيد سيكون لدي هنا صفر، لأنه لا توجد أي خرزة قريبة لهذه العارضة. إذا سنتعرف على هذا الأمر عن طريق تطبيقها على المعداد الافتراضي. إذا لدي هنا المعداد الافتراضي الخاص بي، أكيد أن لديكم كل شخص فيكم لديه معداد خاص به، وقد نجد المعداد يحتوي على سبع أعمدة، وهناك بعض المعدادات التي تحتوي على 11 عمود، وهناك معدات تحتوي على 13 أعمدة، هناك من يحتوي على 15 عمود. إذا بالنسبة للأعمدة ما ليس لدينا مشكل، فقط أن يتجاوز العدد 9 أعمدة بالنسبة للراشدين، يتجاوز العدد 9 أعمدة كي يستطيع حساب أعداد كبيرة. لكن لن نستطيع الاشتغال على الخرزة الموجودة في الأول، وإنما نقوم بحساب الخرزة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة، وننطلق من الخرزة السادسة.
هذا بالنسبة للعرف العالمي. لماذا؟ لأننا فيما بعد سنشتغل على الأعداد العشرية، الآن سنشتغل على الأعداد الصحيحة الطبيعية، وفيما بعد سننتقل إلى الأعداد العشرية في المستويات القادمة إن شاء الله. إذن من الآن فصاعدا يجب أن نتعود على الشغال من هذه المنطقة، لأن الإنسان سبحان الله يبرمج عندما يشتغل على شيء مدة طويلة جدا، وبالتالي إذا قمنا بالاشتغال مبدئيا على العمود الأول مدة طويلة، وحينما نصل إلى مثلا المستوى السابع والثامن من مستويات البرنامج، أي بعد سنتين، سنجد أنفسنا قد تبرمجنا على الاشتغال على الخرزة، أو عفوا على العمود الموجود هنا. لذلك من الآن فصاعدا نحاول أن نتبرمج على الاشتغال على العمود السادس الموجود لديكم، وستجدون في العمود السادس هناك نقطة بيضاء في العارضة، في هذه العارضة ستجدون نقطة صغيرة، نقطة سوداء، نقطة سوداء في العارضة، هل وجدتموها؟ طيب أستاذ، ما فائدة هذه النقاط في أكثر من نقطة؟ نعم، في أكثر من نقطة، فمثلا هناك نقاط الآحاد، نقاط المئات، نقاط الآلاف، نقاط المئات، نقاط الملايين وغير ذلك. فمثلا هنا، مثلا هنا نفترض مثلا هنا 1 10 100، كذلك نجد مثلا هنا بالنسبة 100 واحد في المئات، مثلا نجد 1000، 10 آلاف، 100 آلاف، مفهوم؟ كل 3 أعمدة يمثلون جزءا من أجزاء، بالنسبة للأرقام تكون فاصلة وبجانبها 3 أصفار، تكون 10 آلاف، لأن عمود الآلاف يتكون من 3، أو عفوا خانة الآلاف تتكون من 3 أصفار. كذلك 100 ألف، سنجد مثلا 0 وبعدها فاصلة و3 أصفار، 100 ألف، لأن الألف يتكون من 3 أصفار. كذلك مسألة الملايين وهكذا دول. إذن هنا مثلا النقطة الموجودة هنا هي نقاط خاصة بالآحاد. إذن هنا لدينا 1 2 3 4، ثم نضيف الخرزة العلوية كما قلت قيمتها 5 + 1 6 + 1 7 + 1 8 + 1 9. أعيد، لدي هنا 1 2 3 4، معنى ذلك أي أن كل خرزة سفلية قيمتها 1. إذن 1 1 2، 1 2 3، وواحد 4، 1 1 2، 1 3، 1 4. أما إذا قمت بإضافة الخرزة العلوية فقيمتها لوحدها 5، قيمتها لوحدها 5، وإذا أضفت إليها 1 سيكون الناتج هو 6، وإذا أضفت 1 سيكون الناتج 7، وإذا أضفت 1 سيكون الناتج 8، وإذا أضفت 1 سيكون الناتج 9. جيد، هذا بالنسبة لخانة الآحاد. أنتقل الآن إلى عمود العشرات أو خانة العشرات. بالنسبة لعمود العشرات لدينا هنا 1، بالنسبة للعشرات 1 في العشرات، إذن 1 و0، 1 و0 سيكون الناتج هو 10، وهنا 2 بالنسبة للعشرات، إذن هنا 20، لأن هنا خانة العشرات، وهنا 30، وهنا 40. كذلك نفس الأمر بالنسبة للخرزة العلوية، كذلك هي 5 لكن هي في موضع العشرات، إذن سيكون الناتج هو 50، لأن هنا لدينا 5 وهنا 0، هنا 5 وهنا 0، إذن هنا 50، وإذا أضفت 10 60، وإذا أضفت 10 70، وإذا أضفت 10 80، وإذا أضفت 10 90. أما إن انتقلنا نحو اليسار إلى عمود المئات فستكون النتيجة هنا 100، لأن هنا 1 0 0،
مئة، واحد في عمود المئات، إذن مئة، مئتان، ثلاثمئة، أربعمئة. أما إذا أضفت الخرزة العلوية فسيكون الناتج هو خمسمئة، وإذا أضفت واحد في المئات ستمئة، سبعمئة، ثمانمئة، تسعمئة. كذلك إذا انتقلنا إلى العمود الموالي سنكون في عمود الآلاف، يكون هنا ألف، ألفان، 3000، 4000، 5000، 6000، 7000، 8000، 9000. إذن أنا سأقوم بتمثيل عدد على المعداد، سأقوم بتمثيل عدد من الأعداد، وفضلا قوموا بتفعيل الميكرو حتى يمكنكم الرد. مثلا كم لديهم؟ 12. 12. 12 زيد. كم لدي هنا؟ 27. 27 زيد. كم لدي هنا؟ 74 زيد. أنا كذا كتكون واحد معطلة شوية الصورة. نعم. كم لدي هنا؟ 49 زيد. 99. كم لدي هنا؟ 87 زيد. إذا انتقلت للمئات كم لدي هنا؟ 387 زيد. كم لدي هنا؟ 882 زيد. كم لدي هنا؟ 3682 زيد. 3682 زيد. كم لدي هنا؟ 3338 زيد. 3338 كم لدي هنا؟ 3054 3054 زيد. 54 زيد. النتيجة 6119 زيد. ما شاء الله عليكم. الآن تجاوزنا مرحلة قراءة الأعداد إلى مرحلة القراءة السريعة للأعداد الممثلة على المعداد. سأعطيكم بعض الأرقام بسرعة لأن هنا سأنتقل إلى مرحلة الفلاش كارد أو ما يسمى بالبطاقات الخاطفة، هي بالمناسبة كذلك تستعمل في نظام التعليم المغربي حاليا، البطاقات الخاصة بالأعداد. الآن سنشتغل نحن على البطاقات الخاصة بالمعداد لقراءة الأعداد، لكن ستكون هذه البطاقات خاطفة، سأريكم العدد بشكل خاطف ثم أخفيه. إذا نبدأ على بركة الله. كم العدد؟ 8. 8 زيد. العدد 8. كم العدد؟ 7. 8. 7. سبعة. نعم. كم العدد؟ 9. 8. 9. نعم العدد 9 زيد. هذه البطاقات تساعد على تقوية الذاكرة التصورية لأنها تساعد على التقاط الصور في سرعة بسرعة لذيذة جدا. نعم. كم العدد؟
كم العدد؟ 9 رتابي الصورة 78. لا عفوا لا بالنسبة لهذه الصورة 19 كم العدد؟ 78 زيد 78 نعم 78 زيد كم العدد؟ 98 زيد 98 كم العدد؟ 79 زيد أربعة 54 زيد 54 نعم 54 زيد 54 كم العدد؟ 45 نعم 45 زيد 95 زيد 95 كم العدد؟ 90 زيد العدد 90 زيد 99 زيد 99 90 290 زيد 290 نعم مئتان مش حاجة هذيك الحاجة مئتان وأربعة وتسعون مئتان وأربعة وتسعون نعم هذه سهلة مئتان واثنين وعشرون زين مئتان واثنين وعشرون على فكرة سبعمائة وسبعة وسبعون سبعمائة وسبعة وسبعون سبعمائة وسبعة وسبعون 666 زيد 888 زيد 888 كم العدد 999 زيد 999 544 زيد 544 44 زيد 44 5555 5555 ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك هنا تظهر شكون اللي عنده الذاكرة البصرية قوية تبارك الله ما شاء الله شكون اللي عنده الذاكرة البصرية قوية هنا سبحان الله تتبان الفروقات الفردية كل واحد سبحان الله ومدى التميز ديالو في واحد الجهة 67 زيد 67 زيد 12 16 زيد 16 زيد 16 زيد إذا الآن تعرفنا على كيفية تمثيل أعداد عن المعداد اليابان وتعرفنا على كيفية قراءة الأعداد عن المعداد اليابان لأننا في مطلق قلنا نقوم بقراءة الأعداد فقط بالطريقة عن طريق صور الأعداد مفهوم صور الأعداد الآن ننتقل لصور الخرزات ونقوم بتحويلها إلى أعداد الآن سنتعرف بحول الله وقوتي على كيفية القيام بالجمع والطرح البسيطين لاديسيون سبتراكسيون سامبل كيف نقوم بالجمع والطرح البسيطين فمثلا هنا لدي اثنان زائد عفوا استاذ نعم مرحبا مثلا انا بدات من العمود السادس نعم اردت ان امثل للطلاب مثلا مئات الوف كيف اعمل ارجع ومعايا ومعايا 9 اعمده فقط على المعداد بالنسبه اذا كانت فقط 9 اعمده فاقتصري على مثلا على العمود مثلا الرابع مفهوم
كم قلتي مثلا؟ مثلا مئات الألوف، أمثل أعداد في مئات الألوف. مئة ألف مثلا، مئة ألف هنا لدي مئة ألف، عفوا مئة ألف هنا لدي مئة ألف، يعني ممكن لدي مئة ألف. نعم أنا بالخيار إن أنا أبدأ من العمود السادس أو من العمود مثلا الثالث الرابع. نعم لديك الخيار، لديك الخيار، فقط بالنسبة كما قلت بالنسبة للمسابقات ستكون ملاحظة، إن كان مثلا الأعداد كبيرة جدا فستكون ملاحظة، بالنسبة للعمود السادس سيكون هناك ملاحظة في هذا الاتجاه، سيقول لك من مثلا الأجدر أن تبدأ من العمود السادس وكذا وكذا. أما بالنسبة لأماكن الوضعيات دون الحديث عن المسابقات وغير ذلك، فيمكنك البدء من أي منطقة أردت، شرط أن تتركي ثلاث أعمدة أو أربع أعمدة للأعداد العشرية فيما بعد. الأعداد العشرية فقط تحتاج منا إلى ثلاث أعمدة، هي في الأصل الأعداد العشرية أصلا نحن نتوقف في ثلاث أعمدة بعد الفاصلة، مفهوم؟ أثناء الحساب نتوقف فقط في ثلاث أرقام بعد الفاصلة، لكن أنا أحدثكم عن العرف الدولي، أما مسألة الاجتهاد فيظل الأمر اجتهادكم، تنطلقوا مثلا من العمود السادس أو من العمود الثالث فلا مشكلة بالنسبة لدي، لكن أنا أوجهكم للعرف الدولي وما هي الأشياء التي ينطلقون منها. زين حسن أستاذ، شكرا. مرحبا. إذا الآن مثلا هنا لدي واحد مثلا زائد اثنان زائد واحد زائد خمسة، الناتج تسعة. زين هنا مثلا لدي ثلاثة زائد خمسة زائد واحد ناقص خمسة ناقص اثنان زائد واحد، الناتج ثلاثة. زين ثلاثة، ننتقل لعمود العشرات، مثلا هنا لدي عشرة زائد عشرون زائد خمسون زائد عشرة ناقص عشرون، الناتج سبعون. سبعون. لدي هنا مثلا ثلاثة زائد خمسة زائد واحد ناقص خمسة، أربعة. جيد، هنا لدي مثلا اثنان زائد خمسة ناقص ستة زائد اثنان، الناتج ثلاثة. إذن لدي مثلا هنا أقوم بعملية صفر، لدي هنا مثلا مئة زائد اثنان زائد عشرون زائد خمسون، الناتج مئة واثنان وسبعون. جيد، لدي مثلا هنا عملية تصفير، لدي هنا خمسة زائد أربعون زائد أربعة زائد خمسون ناقص ستة وثلاثون، عشرة عشرون ثلاثون، ثلاثة وستون. أريد أن أنبه لشيء معين، هو إننا إذا أردنا مثلا طرح ستة من تسعة، هنا لدي تسعة وأردت طرح ستة، إذا سأقوم بطرح خمسة، الخرز العلوية خمسة، فأقوم بطرح الواحد هي ستة من الأسفل، مفهوم؟ إذا أردت مثلا أقوم بطرح سبعة سأقوم بطرح خمسة ستة سبعة، إذا أردت طرح ثمانية خمسة ستة سبعة ثمانية، إذا أردت مثلا طرح تسعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، مفهوم؟ إذن هنا مثلا لدي سؤال من فضلك. نعم مرحبا. إذا كان لدينا ستة وأردنا أن نطرح أربعة، نعم بالنسبة لهذا الأمر سننتقل إليه إن شاء الله في الحصص اللاحقة إن شاء الله، إن شاء الله نتعرف إن شاء الله على المكمل، مثلا أردت طرح أربعة سنتعرف على مكمل خمسة، القواعد سالبة، سنتعرف إن شاء الله على قواعد مركبة إن شاء الله في الحصص اللاحقة، لأننا الآن نتحدث فقط عن جمع وطرح البسيطين،
أي العمليات البسيطة، لن نحتاج إلى خصم رقم معين من منطقة أخرى، وإنما نركز فقط الآن على إضافة أرقام واضحة، مثلا مثل 3 ناقص 5 ناقص 2 ناقص 2 زائد 4. أما مثلا هنا لدي 4 زائد 4، سنتعرف عليه إن شاء الله في الحصة اللاحقة، كيف نقوم باستلاف 4 من الخمسة، وكيف نقوم بطرح البقية. إذا إن شاء الله سنتعرف على ذلك الأمر في الحصص اللاحقة. فضلا اذهبوا إلى السيونس أ، حصة في الكتاب، ستجدون في أعتقد الصفحة الخامسة. نعم، الصفحة الخامسة. الصفحة الخامسة ستجدون جدولين، المرجو الاشتغال على كل جدول فيه 10 عمليات، وفي الأسفل أسفل الجدول ستجدون هناك خانتين، الخانة الأولى خاصة بالأجوبة، والخانة الثانية اللي هي سي خاصة بالتصحيح. A answer C correction. فين هذا كتاب يا أستاذ؟ رسلته ولا إيش؟ نعم، كنت قد أرسلته لك سابقا. يعني إن شاء الله حاول أطلع، ما ركزت عليه. نعم، إذا سأقوم بفتح هذا الكتاب. بابا عيط لمريم، راه عيطات لي وما قطعت عليها، ما عرفتش مالها. راه يجيبوا لك قاسم ولا سلمان. قاسم اذا انت هنا كتاب كذا. إذن هنا لدي في الصفحة 5، عفوا الصفحة 5 هنا، هنا لدي الجدول الأول شوزن. هنا سأقوم مثلا، هنا لدي العملية الأولى 2 زائد 2 ناقص 2 زائد 1 زائد 2. إذا سأقوم بحسابها عن طريق المعداد، مثلا 2 سأقوم بإضافة خرزتين، ثم 2 بنفس الطريقة التي اشتغلت عليها قبل قليل، زائد 2 سأقوم بإضافة 2 هي 4، ناقص 2 سأقوم بطرح 2 سيظل لدي 2، زائد 1 هي 3، زائد 2 هنا سأنتقل إلى مكمل 5. هذا فقط، هذه العملية الأولى فيها خطأ تقني، هي الأفضل هنا سيكون زائد 1 عوض زائد 2 زائد 1 زائد 1 ليكون الناتج هو 4، وأقوم بكتابة 4 هنا. مثلا هنا كذلك لدي 5، أقوم بإضافة 5 في المعداد، زائد 4 أقوم بإضافة 4 في المعداد هي 9، ناقص 2 أقوم بطرح خرزتين سيظل لدي 7، زائد 1 تساوي 8، ناقص 2 سيكون الناتج هو 6. نعم، وأقوم بتدوين 6 هنا إلى أن أتم بقية الجدول، ثم أنتقل إلى الجدول الثاني كذلك سأجد هنا العشرات، وأقوم ب مثلا 55 سأقوم بإضافة الخرزتين العلويتين، خرزة في الوحدات وخرزة في العشرات، زائد 44 سأقوم بإضافة الخرزتين الأربع خرزات السفلية في الوحدات وفي العشرات، ناقص 33 أقوم بطرح 3 في العشرات و3 في الوحدات، وكذلك زائد 11 أقوم بإضافة 1 في الوحدات و1 في العشرات، ناقص 2 ناقص 22 أقوم بطرح 2 في الوحدات و2 في العشرات، ليكون الناتج هو 55.
جيد، 55. وكذلك هكذا دواليك إلى أن أصل إلى نهاية الجدول، ثم أقوم بانتقال إلى الصفحة السادسة وأقوم بالاشتغال على هذا الجدول الخاص بالمئات، وأقوم كذلك بمثلا إضافة 4 في عمود المئات، وأربعة في عمود العشرات، وأربعة في عمود الوحدات، ثم أضيف 5 5 5، أي خرزة علوية في 3 أعمدة، العمود المئات والعشرات والآلاف، وأقوم بطرح 3 3 3 خرزات من كل عمود، وأقوم بإضافة 2 2 من كل عمود، وأقوم بإضافة 1 1 من كل عمود، وأضع النتيجة هنا إلى أن أصل إلى نهاية الجدول فقط. هذا كل ما في الأمر، أن أشتغل على الجداول الثلاث أو جداول 5 جداول أشتغل عليهم، أشتغل على 4 جداول فقط، أصل إلى عمود المئات، أصل إلى عمود المئات، وإن شاء الله سنراكم في الحصة اللاحقة عفوا لنشتغل على مكمل 5، لنشتغل على القواعد الخاصة بالمعداد الياباني، لأن للمعداد قواعد يجب أن نضبطها لا سيما في هذه الفترة. هناك 34 قاعدة، سنشتغل إن شاء الله على هذه القواعد كي نستطيع الاشتغال على المعداد بكل سهولة ويسر. إذا قبل أن ننهي الحصة نفتح باب الاستفسارات، إذا كان هناك أي استفسار فمرحبا. هل هناك أي استفسار؟ لدي سؤال من فضلك. مرحبا. بغيت نعرف الدورة شحال فيها المدة؟ نعم، بالنسبة للدورة فيها 24 ساعة. في 24 ساعة، أي تقريبا أنساليو نهاية هذا الشهر إن شاء الله. إلا مسينا بهذه الوسيلة إن شاء الله نهاية الشهر نكون سالينا إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا. إن شاء الله. عفوا، مرحبا. هل هناك أي استفسار؟ عندي سؤال أستاذ لو سمحت. نعم، مرحبا. الأطفال لما أدرسهم بعلمهم لا إلى الآلاف، ولا ضروري ليس علمهم تمثيل الأعداد على المعداد إلى ما لا النهاية؟ كيف يعني، إلى فين وصل بالضبط؟ حسب المستوى المعرفي للطفل، فمثلا الأطفال الذين يدرسون في الأقسام التمهيدية، أي الذين تتراوح أعمارهم ما بين مثلا 6 سنوات 7 سنوات، فأكيد سأقتصر على عمود الوحدات والعشرات. الأطفال مثلا الذين يدرسون في أو الذين تبلغ أعمارهم مثلا 9 سنوات إلى غاية مثلا 12 سنة، فممكن أن أشتغل معهم إلى غاية العشرات الآلاف فقط، في من ناحية تمثيل الأعداد، وكذلك من ناحية الجمع والطرح البسيطين. أما في الجمع والطرح المركب سنشتغل على، باعتبار الإضافة سنشتغل على فقط عمود الوحدات، لأننا في جمع والطرح المركب نريد أن نرسخ لدى الطفل قواعد خاصة بالاشتغال على المعداد، فيلزمنا فقط الاقتصار على عمود الوحدات كي ترسخ هذه القواعد لدى الطفل. أنا ذاك حينما يتعرف على هذه القواعد 34 قاعدة، أنا ذاك سننتقل في المستويات القادمة، ننتقل إلى عمود العشرات والمستوى الذي يليه، ننتقل إلى عمود المئات والمستوى الذي يليه، ننتقل إلى عمود الآلاف، وهكذا دواليك إلى أن نصل إلى الملايين وعشرات الملايين حتى مئات الملايين. ولكن شرط أن يكون ذلك بخطوة خطوة، وننتقل حسب المستويات. مثلا المستوى الأول في البرنامج، لأن البرنامج الذي أنا مشرف عليه يحتوي على 12 مستوى، معنى ذلك أن الطفل يشتغل على أرقام أو على أعداد تتكون من 10 أرقام، حينما يتم 12 مستوى يصبح قادرا على الاشتغال على أعداد تتكون من 10 أرقام، مفهوم، ويصل إلى مستوى متطور جدا.
لكن نحن نشتغل على البناء المعرفي لدى الطفل، نشتغل في الأول على الوحدات ثم ننتقل إلى بقية الأعمدة، وكذلك نراعي العمر، عمر كل طفل، لا سيما العمر العقلي للطفل، نراعي هذا. ايوه، اصلا احيانا نواجه اطفال عندهم شغف معرفه، يشي يتعلم يشي يتعلم كل الاعمده، كل شيء. نعم، هناك من لديه شغف معرفي، لكن يجب أن نحد ذلك، مثلا ذلك لا أقصد من معنى الحرفي أن نحد الشغف المعرفي، وإنما هناك من الأطفال من يكون لديه اندفاع معرفي. معنى اندفاع معرفي، مثلا أنت تدرس في عمود وحدات، يقول لك أستاذ مثلا أو أستاذة أريد الشغال على عمود المئات، أقول له تريث، لأننا الآن في نحن الآن نشتغل على عمود المئات، ويجب أن أراعي السير العام للفصل، لا يمكن أن أتعدى المستوى المعرفي لبعض الأطفال وأن أتبع مستواك أنت، وإنما سنذهب إن شاء الله خطوة خطوة، لكن نركز على القدرات العقلية، لأن هناك حسب البيداغوجية الفارقية هناك مستويات معرفية مختلفة، وبالتالي هناك بعض الأطفال الذين نقوم بتجزيء أو عفوا تفييء الفصل حسب القدرات المعرفية لكل طفل، ونقوم ب نقوم ب فصلهم، لا أقصد فصلهم، وإنما نقوم ب تفييئهم عفوا تفييئهم حسب القدرات المعرفية وحسب القدرة المنطقية لدى كل مجموعة. شكرا أستاذ. العفو، مرحبا سيدة سمير. هل هناك أي سؤال؟ إذا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. موعدنا إن شاء الله يتجدد غدا بحول الله وقوته، عفوا بعد غد، يتجدد بعد غد بحول الله، أو الجمعة. غدا أستاذ. نعم غدا، غدا غدا عفوا غدا غدا الأربعاء، نعم، غدا، الجمعة والأربعاء، نعم الأربعاء والجمعة. نعم غدا بحول الله وقوته، لنتم بقية المحاضرة. شكرا جزيلا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسعدتم مساء، والسلام عليكم. شكرا جزيلا أستاذ. العفو، العفو، مرحبا، هذا واجب، مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.